مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامج نحو الهدف. الهدف بتاعنا النهارده هو هدف الناس، هدفي الناس في الحلقه دي، الناس الموظفين اللي بيشتغلوا في الشركات، الموظفين اللي بيشتغلوا في المراكز الطبيه او المستشفيات بشكل عام، اي حد بيشتغل في اي منظمه خاصه، هدفي النهارده انه يعرف حاجتين، انه يعرف ما له وما عليه، ايه حقوقه وايه واجباته، ومش بس كده. هدفي كمان الناس اللي بتشتغل في الاتش ار يعرفوا ازاي او ايه انسب وافضل الطرق اللي ممكن يتعاملوا بيها مع الموظفين، وفي نفس الوقت يحافظوا فيها على القوه الانتاجيه الخاصه بشركتهم بدون ما هي تتاثر. لان انا دائما قلت ده مرارا وتكرارا كتير وقليل، انه العالم قبل كوفيد 19 حاجه، والعالم بعد كوفيد 19 هيبقى حاجه ثانيه او بقى حاجه ثانيه. ليه؟ لانه حتى الوسائل اللي احنا بقينا نشتغل بيها او بقينا ان احنا نستخدمها في الشغل، زي مثلا حتى في العيادات او المراكز، دلوقتي بقى الكشف اونلاين بقى شيء طبيعي جدا، بقت الناس تستخدم عدد كبير من الابلكيشنز اللي بيقدر يخلي الناس توصل بعضها، بقى كتير من الناس بقت ممكن تشتغل في البيت، او كتير من الناس بدات ان هي ممكن تفكر في طرق مختلفه للتواصل. حتى المدرسين في الفتره الاخيره قبل امتحانات الثانويه العامه بقوا كل المدرسين بيعملوا الدروس الالكترونيه. امبارح كان في مقترح من احد المعالجين النفسيين كان بيتكلم انه الناس اللي بتتجوز الفتره دي عندها مشكله في فكره انه يعملوا فرح، فقال لك ممكن نعمل فرح اونلاين. يعني مقترحات وافكار كتيره بدات ان هي تظهر في الفتره الاخيره، وظهورها جه لانه بقى لا بديل ولا حل غير العمل بشكل مختلف والتفكير بشكل مختلف. ده بيقع تحت عائق الناس اللي بتشتغل في الاتش ار. وظيفة مهمة جدا بتحتاج الكثير من المجهود والإبداع عشان تخرج بأفضل نتائج. الجزء الثاني من الحلقة هنتكلم عن الكمامات، أنسب الكمامة اللي أنت ممكن تلبسها وإيه البدايل ليها وإيه اللي أنت ممكن تستخدمه. بس كده هنتكلم عن البروتوكولات العلاجية اللي موجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإزاي أن أنت لو حصل لك أي إصابة لا قدر الله إزاي تقدر تتعامل من خلال الحجر المنزلي اللي حتى منظمة الصحة العالمية تم اضافته على موقع المنظمه، نصرا لانه عدد المستشفيات غير كافيه لاستقبال العدد الكبير من المرضى. النهارده هيكون معايا في هذا الموضوع الدكتوره هاجر احمد اتش ار باحدى سلاسل الاستاذيه. برحب بيك يا دكتوره هاجر. مساء النور، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله خير. النهارده بنتكلم عن في البدايه كده ايه هو الاتش ار والمفترض بيعمل ايه؟ طيب، هو احنا خلينا بس نتكلم ان في الاول العالم زي ما حضرتك قلت قبل كوفيد 19 غير العالم بعد كوفيد 19. او احنا زي ما هنسميه ان ده هيبقى النورمال لايف، الحياه الطبيعيه بعد كده. طيب، احنا حاليا في الشركات الدور الاساسي للاتش ار هو في الجزئيه دي، انت ازاي هتمانج الوضع في حاله الازمه دي. طيب، اول حاجه احنا قانون التامينات الجديد ما فيش اي منشور رسمي صدر بحاجه تخص الازمه دي، فبقت كل شركه بتحاول ان هي تدعم الموظفين بشكل او باخر، بس ما فيش حاجه الناس خلاص مستند رسمي متعارف عليه. طيب، ايه اللي ممكن احنا كشركه وفيها دور الاتش ار ان احنا نعمله؟ عندي اول حاجه، يعني انت عايز تقولي لي ان الموضوع بقى كل شركه هي بتحاول ان هي بتفكر بطريقه مختلفه، لان مفيش حاجه بتلزم الشركات بشيء معين. تمام، لان مفيش منشور رسمي من قانون التامينات الجديد بيقول ان العامل اللي تبع الشركه الفلانيه او تبع المؤسسه الفلانيه ليه كذا او عليه كذا. كويس، دي بترجع لايه؟ بترجع للبوليسز واللائحه الداخليه للشركه بيمشوها ازاي. كويس، تمام. عندنا ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بنعمل لجنه اداره الازمه البيزنس كرايسيس. دي بتبقى ماشيه ازاي؟ بتبقى فيها هيد او مانجر من كل ديبارتمنت من كل اداره، طبعا بحضور الاتش ار دايركتور، بحضور الجي ام بتاع الشركه، بيتفقوا فيها ايه الاليه اللي هتتناسب الوضع او العمل الجديد بالطريقه الجديده، ده ما تاثرش على الموظف وما تاثرش على الشركه، ما تاثرش على الانتاجيه، نطلع باقل خسائر يعني زي ما بيقولوا. تمام، اول حاجه اللي بيحصل عندي حاجتين، الناس اللي هم هيشتغلوا من البيت والناس اللي هم لازم وجودهم في مكان العمل، يعني الانتاجيه بتاعتهم مترابطه بوجود العمل. طيب، نمسك اول سيكشن، الناس اللي هم قاعده في البيت، الناس اللي هيشتغلوا من البيت اولويه لمين؟ الناس اللي هم ذوي الامراض المزمنه، اللي هم الناس ضغط، السكر، ازمات القلبيه، الحاجات دي مناعتهم طبعا ضعيفه. كبار السن، لو عندي مثلا في ديبارتمنت معين، اداره معينه، عندي ناس كبار معينين في السن، بقدر ان انا دول احطهم في الجزئيه دي طبعا بما لا يتناسب مع طبيعه العمل بتاعته. طيب، الاليه دي بتمشي ازاي؟ بيبقى فيه بوليسز من الشركه متعارف عليها، تمام، بتبقى معلنه للناس اللي هم هيتعاملوا بالطريقه دي. كويس، وطبعا الشركه اللي هم هيقعدوا في البيت، اللي هيشتغلوا من البيت، هيشتغلوا من البيت، كويس، هيقعدوا هيشتغلوا من البيت، تمام.
والآلية دي بيمضوا عليها، بتبقى بوليسز أو ضمن اللائحة الداخلية للشركة وبيمضوا عليها بحيث يبقى إقرار الموضوع يعني خلاص متعرف عليه. طيب أنا دلوقتي بشتغل من البيت، هل لازم أقوم نفس 8 الصبح زي ما بروح شغلي؟ إحنا عارفين طبعا المواعيد في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة فيكسد، يعني من كذا لكذا أو ليهم تايم معين، 8 ساعات ليهم تايم معين. لا، أنت ممكن تتفق مع المانجر بتاعك برضو بما لا يتناسب، بما لا يعني يخل بالعمل نفسه، إن أنت ممكن لا تبدأ مثلا من 11، تبدأ من 10، كل ده بيمنشه المدير بتاعك. تمام. طيب الآلية التانية، طب أنا كمانجر هقدر إزاي أحكم على شغلك إن أنت مستوى الجودة بتاعتك؟ أول حاجة الإنتاجية. دكتور هاجر، أنا بس عايز أقف هنا عند نقطة. هو كده كده الناس أصلا في الوظائف والمدير موجود غالبا بيشتغلوا بالعافية، دي حقيقة. يعني هو أصلا مش عايز يشتغل، هو جاي أصلا يعني عارف اللي هو إيه، شافني طب أشتغل، ما شافنيش ما اشتغلش، وخاصة لو شغله مش مرتبط بتارجت معين. دي حقيقة. تفتكري ده هيقدر نعمله في البيت، أو الموظف يعني عنده من الأمانة المهنية اللي تخليه يحترم نفسه ويحترم شغله ويشتغل جد في البيت؟ طب خلينا نقول بس ان احنا اولا في الاخر احنا شعب مصري، فاحنا ما بنشتغلش غير والمانجر معدي علينا زي ما بيقولوا. انا عايز بقى احدد بقى زي ما بيقولوا. ماشي، احنا الآلية ايه؟ ان انا بيبقى عندي كي بي ايز لكل ديبارتمنت معينة. تمام. لا وضح لنا بس كده بالراحة عشان نسأل المشاهدين يفهموا احنا بنقول ايه. ماشي، يعني مثلا لو انا كحد سيلز مثال مثلا هشتغل اونلاين من البيت، بشتغل مثلا زي براند معين مثلا، فبعمل له تسويق ديجيتال ماركتنج من البيت. طيب ده ما يتطلبش حضوري في الشركه لان انا شغال اونلاين سوشيال. طيب في الحاله دي يعني بعمل اعلانات على الفيسبوك، بوصل لعدد من الناس، بوصل لسيلز، باخد اوردرز، الحاجات دي كلها. طيب ازاي مديري يعرف ان انا بشتغل او مش شغال؟ طيب هنقيسها زي ما بيقولوا طريقه الارقام، هي دي اوضح طريقه للبيزنس او المتعارف عليه اللي هي الكي بي ايز. هنقول مثلا انا عندي تارجت ان انا احقق مثلا 90% مبيعات الشهر ده او سيلز الشهر ده. طيب ال 90% دول كانهم بالنسبه لي كلهم 100%، يبقى انا التارجت اللي عندي الاساسي 100%. تمام. حضرتك حققت منه كام؟ 90%. 90، يبقى 90 على 100، حققت منه 80. 80 على 100. لا خلينا ببساطه. ماشي. انا النهارده ببيع منتج حلو على النت. حلو. دلوقتي لان انا الشركه بتاعتي ما بقتش قادره ان هي يبقى في عدد كبير من الموظفين. تمام. مفترض ببيع مثلا، لو بشتغل في العقارات مفترض ببيع شقتين في الشهر. تمام. بعت شقه واحده. تمام. لو قلنا المعدل كله 100%. ايوه. اللي هم شقتين. والشقه اللي هم الشقتين على بعض 100%. ايوه. الشقه الواحده 50%. حضرتك بعت كام؟ واحده. يبقى خدت 50 على 100، 50% من تارجت الشهر. كويس. انا قدرت كده اقيسك قوه انتاجيه، انت سواء بقى شغال عندي في المكتب المفروض تحقق لي 50% دول. شغال عندي من البيت اونلاين تحقق لي يعني بتارجت كي بي ايز. هي دي السر. كي بي ايز اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتور، انديكيتور معين انا بحطه لك عشان اقدر يعني اوصل الانتاجيه بتاعتك. انت عملت الشغل او ما عملتوش. ده بتشتغل في كل سنتر، بترد على عدد معين من المكالمات. وعدد معين من الاوردرات. كويس. تمام. طيب لو نيجي بس للناس اللي يعني طبيعه العمل بتاعتهم لازم يبقوا موجودين، مرتبطه بتواجدهم. طب كويس. ده ايه اللي ممكن يحصل فيهم؟ انت مثلا كاتش ار بيبقى عندك شويه مايند سيت ان انت عندك مان باور بلاننج. المان باور بلاننج دي بتبقى ان انت عارف القوه التشغيليه بتاعه الشركه عندك او بتاعه المكان عندك، بغض النظر هو انهي فيلد. تمام. ايا كان ايا كان. انا عندي مان باور بلاننج 5 6 7. بتقول لي ان انت عندك كذا وهتحتاج كذا، وفي الفتره دي ممكن تعمل روتيشن لفلان، ممكن تشغل شيفتات. انت بتعمل الهيكله بما يناسبك، يعني مفيش فيه مشكله. تمام. طب الهدف من دي ايه؟ ان انا تو ريديوس، ان انا اختزل نصف العماله اللي عندي، نص العدد. نص العدد الشغل بنص القوه. نص القوه. وده اتجاه دولة، يعني انت حتى لو في المصالح الحكومية دلوقتي بقت بتشتغل بنص العدد. نص العدد حفاظا على باقي العدد، واحفاظا حفاظا عليك انت. انت اهم. انت اهم. ما نلاقيش حد منهم خالص. دي حقيقة. بس فدي الفكرة. طيب انا ليه بقول نص العدد او بقلل من العدد؟ انا مش بقلل العدد، انا مش بمشي، انا بعمل بس روتيشن. يعني اللي اشتغل النهارده ياجز بكره اللي بعده. 3 ايام في الاسبوع. على حسب طبيعه العمل اللي عندك ايه والفيلد بتاعك. طيب ليه انا بعمل كده؟ عشان اخد برضو الاجراءات الاحترازيه بتاعتي. ما انا لو عندي عدد كبير مش هيبقى فيه مسافه. يعني بص احنا اول ناس واخدين الاجراءات الاحترازيه. حضرتك قاعد فين وانا قاعد فين؟ ده الاساسي. ده اول حاجه. بس فدي اول حاجه. طيب تاني حاجه، واحنا كده اتكلمنا في الاول على انه بنقيس
الموظف بيشتغل ولا لا، لو هو شغال من البيت تمام عن طريق الكي بي اي، او بنعرف هو مستوى التارجت بتاعه اللي حققه من المستوى اللي المفروض كان يحققه منه قد ايه، تمام، ونشوف هل اشتغل بالقوه نفسها ولا بنص القوه. تمام. الناس اللي عندها امراض مزمنه دول بيبقى الهدف الاساسي ان احنا نقعدهم في البيت يشتغلوا من البيت. كويس. الناس اللي قاعده في الشركه او في المكتب او في المؤسسه بنشتغل بنص القوه ونعمل تباعد ما بينهم وناخد الاجراءات الاحترازيه عشان ما حدش يصاب. تمام. كويس. ايه تاني بقى للاتش ار مفترض ان هو بيقوم بيه؟ طيب انا دلوقتي لو من ضمن الناس اللي بتنزل اتصاب بكوفيد 19 لا قدر الله، يعني بعد شهر علينا كلنا، دي الكيس اللي كل الشركه دي الكيس اللي كل الشركات بنقف عندها. دلوقتي انا عندي حد اتصاب وانا مثلا البادجت بتاعتي ما تكملش في الشركه ان انا اقعد بقى كل واحد مصاب اصرف عليه. أيوة. وفي ناس شركات بتدعم موظفينها وفي ناس بتقول لك لا انا مش هقدر. طب في قدامي كذا حل، انا كموظف دلوقتي اعمل ايه او ايه الرولز دي او الخطوات اللي انا اخدها؟ طيب اول حاجه انا بروح اخاطب الاول الجهه بتاعت الاتش ار. كويس. انا حاليا ظاهر عليا اعراض كورونا، سواء بقى سخونيه، مشكله في الحلق او حاجه، أو في التذوق، او في اي عرض من الاعراض الخاصه بالكورونا، العرض الشهير اللي فقدان حاسه التذوق والشم. تمام. فهترجع للاتش ار هتقول له والله انا عندي احساس باعراض فلانيه. طيب احنا عندنا اغلب الشركات بيبقى فيها زي تامين خاص بر، تأمين الصحي، تأمين صحي، ويبقى فيها انت يعني الشركه بتتحمل نسبه وحضرتك بتتحمل نسبه. تمام. فبتروح فجهه الاتش ار بتديك ورقه، انت هتروح تعمل مثلا بي سي ار اللي هي المسحه من خلال مثلا المختبر الفلاني او المعمل الفلاني، وبيبقى فيه نسبه تحمل كذا من الشركه ونسبه حضرتك 30-40% من الشركه و30-40% للموظف نفسه. تمام. فهي بعد كده هيروح يعمل البي سي ار في البتاع، ولو بعد الشهر طلع بوزيتيف تمام بتوجه للشركه، المفروض ان هو بياخد نسبه خصم على العلاج بتاعه الشركه بتوفرها له، سواء 20% 30%، دي لائحه داخليه ما اقدرش ان انا احددها. تمام. وفي نفس الوقت الاجازه هو المفروض يقعد 14 يوم عزل في البيت بقى. في البيت مين يحاسب على 14 يوم؟ ال 14 يوم مين يحاسب عليهم؟ في شركات ما بتحاسبش، ودي الشركات دي بتخسر موظفينها وبتخسر حتى الورد اوف ذا ماوس اللي هو السمعه بتاعتهم في الماركت. يعني ما انت النهارده ما استحملتش الموظف بتاعك، وكل 14 يوم كل حد فينا معرض ان هو يجي له. يعني انت نفسك كمانجر. لا بس انا بتكلم بعيدا عن كوفيد 19، الموظف اللي بيمرض في شركه ايا كان ايه نوع التعب بتاعه، مين اللي يلزم الشركه او يخلي الشركه تحاسب او تدي الاجر كله او نصه للموظف؟ المفروض مع الريبورت بتاعك مع التحاليل. ايوه. سواء بقى احنا بي سي ار، لا مش الطريق، انا بقول مين هو جاب ما يثبت انه هو كان مريض المفروض فعلا. المفروض بقى الجي ام والاتش ار دايركتور خلاص بيمنجوا معاه الوضع، لائحه داخليه للشركه. طيب انا رحت للشركه وما خدتش حاجه، قالوا لي مفيش، مفيش، شكرا سلامتك الف سلامه، ودون اتنين ليمون ومشوني مكتب العمل على طول. خد ورقك. طب لا ثواني بقى، هنا نقطه وديت بقى النقطه اللي انا فكرت فيها او جاي دلوقتي، واكيد في لسان مشاهد معظم الناس بتروح تتعين بيبقى ماضي على استماره ستة، مش عارف شيء استماره ستة تقريبا استماره ستة اللي هو تمشي من بره بره. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه في ناس مش متامن عليها. تمام. ده لا يروح مكتب العمل، هو بالنسبه للشركه مش على قوه العمل. تمام. بس إيه هو هيجيب اخر اختار ليه بما يثبت ان هو كان شغال في الجهه الفلانيه، مش هو بيقبض. ماشي انت مش متامن عليك، بس انت بتقبض. بتقبض من المكان ده، ودلوقتي يعني ما بقاش ان انت عندك حاجه فلانيه عيان بحاجه فلانيه فبتقول لك لا شكرا، ده بقى كويس. تقريبا حاجه بتعاش معاها العالم كله. فانت كل الشركات سواء اكس واي او زد او كذا كلهم بنفس الطريقه. هتلاقي عندهم فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، فدي بقت سياسات ولائحه داخل الشركه نفسها، فبقى الشركات تعمل ان هو لا خلاص شكرا انت مش متامن عليك فمع السلامه. الشركات بقت بتخاف دلوقتي، خصوصا السوشيال ميديا كل حد بيطلع يتكلم. يعني كل حد يطلع يعمل بوست ويتكلم، وده شير وده شير وده شير، بيتعرف، فبتبقى الشركه دي اكس محدش بيقدم فيها بعد كده. يعني في الوعي بتاع فكره ان الشركه لما بتيجي على موظف ما بتديلوش حقوقه او ما الى ذلك، فعلا الناس بتاخد اجراءات وناس بتتكلم. فانت حتى لما بتيجي تقدم في شركه تانية، انت مثلا عايز تقدم في شركه معينه، فبتسال، ممكن بتسال حتى على السوشيال ميديا. فبتسال مثلا انا عايز اروح اقدم في الشركه الفلانيه، ايه يا جماعه المميزات العيوب مش عارف ايه، فبيجي بعد كده بيقول لا والله ده انا كنت فيها بلاش تروح. فلان تاني يقول لك والله لا ده انا كنت عيان وما حدش سال فيا، انت نفسك مش هتروح. كويس. انت نفسك بعد كل الكومنتس دي مش هتروح.
بتحس ان انت مش هتبقى مطمن وانت رايح تشتغل في المكان ده ومش هيهتموا بيك ومش هيرعوك ولا اي حاجه، مالكش اي فاليو ولا ليك اي حاجه، انت جاست بتعمل شغل ليهم وانت مالكش اي حاجه خالص، وانت في النهايه لو تعبت او مبقتش موجود معاهم خلاص بيجيبوا حد مكانك والموضوع ينتهي كويس. فده اللي احنا بنقوله السوشيال ميديا خلاص خلت فيه وعي زي الوعي النهارده اللي بنشوفه انت مثلا جاي في الطريق كل الناس لابسه الماسكات. لا في ناس كتير لابسه الماسكات، في ناس كتير لابسه، في ناس كتير لابسه الماسكات، في ناس كتير مش لابسه، والناس اللي مش لابسه هم اللي هيلبسونا. لا 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 هيودونا في داهيه. انت ما دام لابس الماسك على الاقل لازم برضو نقول ايه الواضح مش الواقع، في نسبه كبيره لابسين. انت عندك لابسينها تحت بقهم. لا في ناس كانوا لابسينها كده في ناس لابسها على عينيهم. لا احنا خلينا بس نقول عشان يعرفوا ينام. خلينا بس نقول بس بالراحه، خلينا نقول ان دلوقتي انت الشعب المصري ما كانوش اصلا بيلبسوا ماسكات. مش حد بيلبس ماسكات في العالم كله. ما كانش حد بيلبس ماسكات. انت بعد كده نشرت وعي، بتقول ان الناس مش عارف ايه، والناس ياخدوا الاجراءات الاحترازيه، ويا جماعه المستشفيات في الكومبليت وما اعرفش ايه، الناس بدات فعلا تخاف. فانت برضو انت جاي لهم بسياسه جديده، وده هيبقى النورمال لايف بتاعهم. فانت بتعمل ايه؟ شويه بشويه. شويه بشويه، ريجولار بشكل منتظم. لا الناس النهارده بدات تلبس. بدات تلبس ماسكات، بس المفروض يبقى في وعي اكتر من كده. ده دور مين بقى؟ ايوه ده دور. قبل ما نتكلم عن ده دور مين؟ الناس اللي ما بتلبسش ماسكات دي وماشيه ماشيه ما شاء الله، ويبوسوا ويحضنوا وعايشين حياتهم، الناس دي تفتكر ايه؟ بيبقى وعيه فين؟ لا مش هنا. فين؟ مش هنا خالص. انا مش بتكلم على الاستديو. وعيه فين في الحياه؟ لا هو مفيش، هو اصلا مش مقتنع. يعني في ظل الوقت اللي احنا فيه ده، لما تكون سوشيال ميديا فتحت، مفيش حد مش عنده فيسبوك، مش عنده واتساب، مش عنده اي حاجه في الدنيا، بيشوف ان ما عندكش تلفزيون على الاقل. شوف الناس كلها البسوا الماسكات، البسوا الماسكات، اغسلوا ايديكم بميه بصابون بفتره معينه، بتلاقي برضو الناس انت زي ما انت مش هتتعظ غير لما تلاقي مثلا بعد الشهر حد عندك اتصاب في البيت جنبك، في البيت جنبك، عماره اللي جنبك، حد من عيلتك، وقتها هتلبس الماسك غصب عنك. كويس. نقطه بقى مهمه قبل ما اروح لنقطه ثانيه، هي الماسكات وانواعها، وايه الماسك اللي انا البسه، وايه الماسك اللي بيقلل درجه الاصابه، وايه الماسك اللي ممكن يزود درجة الإصابة لا قدر الله لو في أي حاجة. باختصار كده، الموظف اللي بيشتغل في أي مكان، إيه المفترض في الفترة دي ياخد باله منه وهو بيشتغل عشان يضمن حقوقه؟ وإيه المفترض رسالة توجهها للناس أو أصحاب الشركات؟ مفترض أنتوا تعملوا إيه مع الموظف في حالة إصابته بكورونا أو قبل ما يصاب بكورونا؟ تمام. طيب عايز اقول طبعا لاصحاب الشركات، أيوة الناس البيزنس مان في مصر، يعني أيوة. ده وقتهم، البلد طبيعي اداتهم كتير، مصر فيها خير كتير وداتهم كتير، والناس اللي هم شغالين، الناس اللي هم العمال دول، هم الناس اللي بتبني في البلد، الناس سواء الصيادله، سواء المهندسين، سواء الدكاتره الاول كلهم دورهم واحد. كل دول محدش فيهم تقل اهميته عن التاني. فانت لو ده ما جاش وده ما جاش وده ما جاش، حضرتك هتنزل من مكتبك كده، تنزل تقف تحت. يقف تحت فين؟ يقف تحت بقى يا باشا الشغل، يقف على يبني عمارته، يقف في صيدليته، يقف في مستشفيته، يقف في ايا كان فيلد عمله بقى. كويس. انت عايز تقولي انه الموظف هو ايدك اللي ورجل. بتساعدك ان انت تحقق النجاح ده، فبدون الموظف مفيش، مش هتنجح. بدون الموظف مش هتوصل اللي انت تحقق النجاحات اللي انت وصلت لها. تمام. فاهتم بالموظف عشان يقدر يهتم بيك، اهتم بصحته عشان يقدر ان هو يديك شغل بعد كده. تمام. وعشان برضو سمعتك كشركه في السوق. ما تبصش بس لسنه 2020 ونتقول ممكن كوفيد 19 خلاص بعد السنه دي ينتهي. طب ما ممكن يطول معاك. يعني ممكن هو مكمل معانا ل 2021 و 2022 و 23، ممكن يبقى ده اصلا نورمال لايف بعد كده. يعني هو ده كده خلاص، يبقى دي الحياه الطبيعيه الجديده بتاعتنا. انت بقى هتعمل ايه؟ انت كده خسرت طبقه كبيره جدا من السوق. خسرت طبقه العمال اللي بيجي يقدموا عندك. ولو انت مثلا كشركه ريال استيت، لو انت شركه صيدليات، لو انت شركه مثلا بتدير مستشفيات، انت ما فيش النهارده حد هيجي يقدم عندك، وفي نفس الوقت ما فيش حد هياخد منك خدمه، لان ما فيش تراست. خلاص انا عارفه المكان ده اكس، هو مش في دماغه كواليتي، مش في دماغه كواليتي لا الناس اللي عنده ولا في الحاجه اللي بيقدمها. فانت خلاص انت كشركه بتخسر اللي بتدفعه ملايين في ماركتنج. يعني بتدفعه ملايين على السوشيال ميديا عشان توفر ثمن مرتبات 3-4 موظفين عندك، هتخسر ارقام وهم اللي هيتكلموا عنك لوحدهم. يعني الناس اللي بتعمل ماركتنج مجانا وورد اوف ذا ماوس ان دايركت، وده احسن انواع الماركتنج في العالم اصلا، واصدقه لان مفيش موظف هيطلع يتكلم عنك شغال معاك ويطلع اذا كان مبسوط ومرتاح واخد حقوقه ومريحه وهيديك اكتر، وهيديك انتاجيه اعلى. في ناس بتقعد تشتغل
عدد ساعات اكتر بدون مقابل بعدد الساعات دول، سواء ساعتين او ثلاثه، بس بيقول لك لا انا مرتاح في مكاني ومتقدر متامن عليا، لو مثلا بعد شهر حصل عندي ظرف عيد، حصل واحد اثنين وثلاثه، الشركه شايلاني. النقطه دي بقى مهمه، انا عايز اقطع النقطه دي في نقطه مهمه. دلوقتي الناس بتشتغل بنص القوه، في بعض اصحاب الشركات بيخلي الموظف يشتغل اوفر تايم، وقت زياده عن الوقت الطبيعي بتاعه. هل ده من حق الشركه ولا ده ظلم من صاحب الشركه للموظف، انه بدل ما يشتغل 8 ساعات يشغله 11 او 12 ساعه؟ تمام، هي اصلا بترجع للشركه نفسها، سياسه الشركه. هو ماضي دلوقتي على كام ساعه؟ 8 ساعات. 8 ساعات. 8 ساعات عشان الازمه اشتغل 12 ساعه. لا، هيحاسبك عليهم؟ مش هيحاسبه، هو عشان هو بيقعده يوم في البيت، فبيشغله يوم ويقعده يوم، فاليوم دوت انا هطحنك فيه. هطحنه فيه شغل. فبدل 8 هشتغل 12، ايه الحل؟ طب والشركه بقى دي يعني بالاوبشن اللي هو محطوط فيه، بتوفر له مثلا لو عيل، لو اي تامينات، اي بنفيتس في الشركه بياخدها؟ لا. ما يشتغلش طبعا. محتاج الشغل يعمل ايه؟ يطلع على قانون العمل. وبعد ما يطلع على مكتب العمل. برضه ما بيقبضش، بس هو مستحمل عشان خاطر يقبض. في ناس هو مرتبها الدخل ده لو قعد شهر مش هيصرف. ودي حقيقة. ايه الحل؟ ايه الطبيعة اللي لو في ناس عملت كده فعلا ودلوقتي سابت شغلها، لا طالت المرتب اللي كان بياخده القليل ولا طال يشتغل في مكان تاني، فبالتالي هو مستحمل، واصحاب الشركات مستغلين فكرة انه بيديك مرتب دلوقتي فانت هتقعد، ايه الحل؟ يعني هو حل وسط، احنا وجهنا رسالة لاصحاب الشركات. الموظف اللي هنا، الموظف اللي لازم مش يبقى موظف واحد بس هو اللي يتكلم. بس ايوه هي دي. يعني ما ينفعش اجي اقول مثلا اصل فلان عندي في الشركة هو اللي بيقول. يعني ما ينفعش الكلام ده، مش انا، مش فلان سيم من الناس بيقول انا رافض اشتغل ازيد من عدد الساعات بدون اجر، ما فيش الكلام ده كله. لا، هي الجهه الفلانيه، الاداره الفلانيه الخاصه مثلا بالسيلز، الخاصه بالاوبريشن، الخاصه باللوجيستكس، الخاصه باي حاجه، تمام، هم دول اللي بيقول والله احنا كاداره كذا مش هنشتغل غير بعدد الساعات كويس اللي احنا متحاسبين عليها. هو كاداره مش هيقدر يعارض كم الناس دي. ايوه، بس هنا هناخد بقى نقطه عشان بس ما تتفهمش غلط، تتاخد على محمل غير اللي احنا قصدنا فيه. انه مش الموضوع فكره التظاهر، يعني مش هتعملوا مظاهره جوه الشركه، هي فكره انه وبشكل احترمنا راقي، وبشكل راقي. يعني باسلوب ميل، بلاش طبعا ورقيات عشان احنا عارفين النظام اللي احنا فيه، باسلوب ميل الخطاب مثلا بتوجهه لمديرك المباشر. تمام، ما حصلش اكشن، استنى من 3 لـ5 ايام عمل. ايوه، عمل شغال شغال. ما تجيش تقول اصل الجمعه والسبت يا دكتوره خديهم مش عارف، لا جمعه وسبت مش ايام عمل. لا، انت بتحسب من 3 لـ5 ايام عمل، اما جالكش اكشن بتصعد الموضوع، بتبعت نفس ما حصلش رد فعل. تسلسل وظيفي، بتصعد الموضوع من مثلا من مانجر للي فوقيك الهيد مانجر، بعد كده الدايركتور عليك، بعد كده الجي ام، لما ما تاخدش هو في كل ده. ايوه، وده عمره ما هيحصل. وده عمره ما يحصل انك توصل للسي ليفل كده في الشركه وما تاخدش حقك. ما خدش حقك بقى، تطلع على مكتب العمل ويوقف شغل هنا بعد ما خد اجراءاته الطبيعيه بدون اي مشاكل وبدون اي اهانه وبدون اي سب وبدون اي مشكلات. وبعدين الشركات النهارده بقت بتخاف على سمعتها. ده احنا بنتكلم تمام، خليني اقول لك بقت بتخاف، يعني شويه نسبيا، يعني مش كلهم. اللي خلى احد رجال الاعمال الكبار كان بيتكلم انه نزل الموظفين والناس كلها على الفيسبوك كان بهدلاه، هو مش فارق معاه. يعني انت قلت ايه؟ هو شاري معايا، لا وشغال والموظفين شغالين. ايوه، مش فارق معايا، بس بعد كده لما الدنيا تفتح شويه قدام، ايوه، كل حد هيشوف حاجه تناسبه بره. نتمنى انه تصل الناس بالوعي للدرجه دي. فاحنا كده اتكلمنا عن الموظف. تمام. الجزء الثاني موظف والمواطن واي واحد ماشي في الشارع. الكمامات دلوقتي اللي احنا شايفينها في السوق في اكتر من 7-8 آلاف نوع، كل نوع بشكل معين وبمواصفات. هو تقريبا كان قاعد هو واصحابه عملوا مواصفات، انا بتكلم بجد والله، قاعد على القهوه قال لك ايه اللي مشيش اليومين دول؟ قال لك الكمامات. المواصفات قام جاب بنطلونين وقام قصقصهم وقام حط مش عارف ايه وعمل لنا كمامه واستك ولبسنا واللي لازقه لي بمعرفش بقلم مسدس الشمع وبتاع، كمامات غريبه انا عمري ما شفتها في حياتي. شايفه الكمامات دي مدى ضررها، مدى نفعها، ايه شكل الكمامه الطبيعيه السليمه اللي احنا ممكن نلبسها ممكن يعني. ونقطه مهمه برضو قبل ما نروح للنقطه دي، في بنات بتلبس كمامات دلوقتي ملونه ونفس لون الطقم، بحس مع الطقم يعني انا بعتبر ان ده نوع من الهبل. انت شايفه ده ازاي؟ عشان ان ده اصلا ما ينفعش، هو انت كده مش بتحمي نفسك ولا بتحمي حتى غيرك، انت بتتمنظر حاجه ضمن بروتوكول المنظره، الاوتفيت اللي انت بتلبسها وانت خارج. كويس، بس فدي طبعا ما فيش فيها اي افكتيف لا ليك ولا لغيرك. كويس، خلاص نروح بقى على الناس اللي قاعده على القهوه بيعملوا كمامات. نروح بقى الناس اللي بتعمل الكمامات. اولا فين يعني احنا شفنا ناس بتعمل حاجات زي كده بدون تصريح وبدون ترخيص،
وطبعا بتصالح مين ده؟ الخياطة دلوقتي في الشارع بتعمل على كمامات. طول. طيب انا دوري ايه لما الاقي حد بيعمل كده؟ اروح انا اشتريه منه؟ وانت برضو بيرجع عليك انت، انا مش لاقي، انا انا مش بقول لك لاقي. الرد اللي الناس ماشي، بترده. ما انا هقول لك في اولويات، اما لقيتش ده خد ده، ما لقيتش ده خد ده، لغايه ما توصل للاخر اللي هو اخف ضرر، بيبقى نوع قماش معين، كواليتي معينه، زي وزاره الصناعه والتجاره ما هي عامله دلوقتي، بتقول لك مثلا عشان مثلا الاستخدامات ذات المره الواحده اللي هي ديسبوسابل دي، السيرجيكال او الان 95 الديسبوزابل اللي هو ذات المره الوان الواحده، يوزد بس. ذات المره الواحده البسها مره واشيلها، تمام. فاتجت انها تعمل كمامات قماش وتحط جوه في القماش نفس الفلتر، يبقى محطوط جوه الماسك، الطبقه اللي جوه الماسك اللي حضرتك بتتنفس منها، فبتحطها جوه. كويس. ودي قالت ان شويه افكت، بس هتحل بيها السوق السوداء واللي حصل في الكمامات وارتفاع الاسعار، بدل ما الناس ما تخرجش لابسه حاجه خالص، بدل ما اخرجش لابس ماسك خالص، وبدل الالوان اللي احنا طبعا بنشوفها، ايوه، فتبقى دي اقل ايه ضرر، اقل ضررا يعني. عايز تقولي اقل انه اي ضرر حاجه تحطها على بقك هي اقل ضررا. طب انا، بمواصفات معينه مش ايوه اقل حاجه بس. كويس، انا عايز اعرف بقى ايه هي المواصفات اللي انا لما اروح اشتري كمامه احس انه هي ممكن الكمامه دي تبقى مناسبه ان انا البسها، او الكمامه دي مناسبه ان هي تعمل مفعول، او يبقى لها تاثير، او اعملها بقى في البيت بقى، اجيب منديل وبتاع واحطهم فوق بعض واخيطهم والبسهم. لا لا، مفيش الكلام ده خالص. على اليوتيوب الناس بتعمل الكلام ده. ماشي، مع دلوقتي احنا السوق المصري اللي ايوه. حصل ان انت عندك سوق سودا من الكمامات، فالناس مش لاقيه، اه فبدات تتجه لاي حاجه وخلاص، بس ده غلط، هم ده غلط. هم حاليا بداوا ان هم يوفروا الكمامات دي، اه بداوا في توفيرها لما وزاره الصناعه والتجاره قالت ان هي تعمل كمامات اللي هي القماش بنظام فلتر معين جوه الماسك نفسه، جوه القماش نفسه ده، هم تمام. فبدات شويه تبقى موجوده في السوق، الاول فعلا ما كانتش موجوده، كانت بتتباع سوق سودا، وطبعا اضعاف اضعاف اسعارها، طبعا هم كلنا عارفين الكلام ده. اه طيب اول حاجه ايه الماسكات اللي احنا بنستخدمها؟ طب اول حاجه اللي هي ال ان 95 دي مش كلنا بنستخدمها، يعني مش كلنا ماشيين في الشارع بنستخدمها، هي افكتيف اكتر مع الناس اللي هم الدكاتره المتعرضين يوميا للتعامل للمرضى، مع المرضى. هو انا عايش مع المرضى، حياتي كلها مع المرضى، فدي بتديك افكتيف تنقيه للهواء بنسبه 95% كويس. من اصغر الفيروسات تقريبا، بحاجات نانو انت ما بتقدرش تشوفها. بتستخدم مرة واحدة وان يوست. وان يوزد، بس دي خاصه بايه؟ بكواليتي معينه للايه؟ للكادر الطبي، كويس. الناس اللي هم شغالين التمريض، مع المرضى الأطباء، حوالي الصيادلة كمان لو في عنبر بيتعاملوا مع كامل. مرضى. طيب ننزل لقال وراها على طول، ما لقيتش دي، في اللي هي السيرجيكال اللي هي بتبقى في اوضه العمليات، اللي هي العادية، اللي هي اللي هي العاديه بتبقى بأستك، اللي اللي هي باستك او بشريط، برباط. باستك او بشريط، تمام. دي متوفره وكلنا بنجيبها. كويس طيب دي فايدتها ايه؟ دي كويس. بيلبسوها برضو قبل الاطباء. ما نكمل باقي الكمامات وانواعها نروح لفاصل، ماشي، وانا واصل اوكي. فاصل وانا اعود مرة اخرى وارجع لكم مرة تانية ومكملين معاكم الفقرة الأخيرة من برنامجكم نحو الهدف. اتكلم في الجزء ده او في الفقرة دي عن الكمامات، انواعها ايه، الكمام اللي اشتريها اشتريها ازاي، ايه افضل الكمامات وايه اقلهم ضررا. دكتورة هاجر، ايه الاخبار؟ موضوع الكمامات بقى، ربنا يستر. الناس خلاص بقى بتعمل كمامات في اي مكان. خلاص. ما هو المشكله ان ده غلط، يعني دور البيت، دور الشركه، دور المجتمع، كل واحد المفروض صراحه يخاف على نفسه، يعني ما كنتش انا هخاف على نفسي واخاف على اللي حواليا، خلاص يعني. طيب ايه هي انواع الكمامات اللي انا ممكن استخدمها؟ احنا قلنا ال ان 95، تمام. ال ان 95 دي قلنا ان هي الناس اللي هم الكادر الطبي او الاطباء، الناس اللي هم المخالطين يوميا مع المرضى، تمام، بتدينا ايه؟ افكتيف بنسبه 95%. طب الثانيه اللي هي السيرجيكال، اللي هي احنا قلنا سواء بالاستيك او بالشريط، دي اللي بتلبس في اوضه العمليات، بتمنع تطير ايه؟ الرذاذ، تمام. طيب دي المفروض اللي احنا بنستعملها ليه؟ لان انا اصلا عندي الفيروس بيتنقل يعني اساسي عن طريق الرذاذ، انا بتكلم مع حد واقف مش واخد المساحه الامنه، فجالي حد بيتكلم، خلاص دي اهم انتقال ليه. طيب فانا لما البس الماسك انا قللت العدوى دي، تمام، فدي يعتبر افضل حاجه في الوقت الحالي. كويس. طيب حصل سوق سودا واللي كمامات حصل القطن بقى، لا انا والحاجات اسف دي، يعني، اللي بتتباع في اشارات المرور دي وبتتباع مش في، افكتيف، مش خلينا بس نقول الكلمات اللي بتتباع بره وزاره الصناعه والتجاره والحاجات دي مش افكتيف، ده هي بتاع بتبقى القطنيين. حته واحده كده، مش عايزين نقول اسم براند معين يعني بحاجه، بس هي لا، هي الدوله وقفت تصنيعها، عشان كده الدوله انا واقفه قلت الاسم، تصنيعها فعلي. انا قلت الاسم لانه انا معروف ان الدوله وقفت تصنيع هذه النوع من الكمامات. ليه؟ فاهمه ليه؟ لانها اصلا مش افكتيف، انت مش بتحمي نفسك ولا بتحمي غيرك. اولا البثور او الفتحات بتاعه القطن، الكمامه القطن بتعدي اصلا الفيروس،
وبعدين الناس مش بتستعملها حتى وان يوز وبترميها، الناس بتروح بتغسلها. وبتغسلها وبتعيش بيها حياتها، بيغسلها مع الهدوم. بيعيش بيها حياتها، نفس نوع الهدوم فبيغسلها معاها. وبيجيبوا بقى منها الوان اسود وابيض ومش عارف واخضريكا واحمريكا، الموضوع بقى ما فيش. فوزاره الصناعه والتجاره قالت لا احنا لازم نوقف الموضوع ده، حتى توقف الاعلان بتاع البراند ده. وقال لا احنا هنعمل ماسك كمامه بمواصفات معينه، فيها قماش نسبه معينه من القماش، ولكن في جوه الماسك نفسه لما بتقلبه من جوه في فلتر معين، في حاجات معينه بتديك ايه، بتديك الحمايه بتاعتك. ودي صرحت بيها كمان وزاره الصحه. تمام، لكن اللي احنا بنشوفه ده ما فيش، ده ملوش اي علاقه، ملوش اي علاقه. انت لابسها منظر، لابسها منظر كويس اكتر. طيب النهارده بعد ما اتكلمنا عن الكمامه وايه هي نوع الكمامه اللي تختارها، دلوقتي الناس اللي قبل ما تصاب او الناس العاديين خالص بقوا بيتهافتوا على الصيدليات لشراء بعض الانواع من الادويه اللي منتشره على السوشيال ميديا، ان هي دي ما شاء الله بص هتخلي مناعتك اسد. مدى صحه ده او غلطه مش ده المشكله، مشكله في انه بيتهافتوا على اسماء معينه من الاسماء التجاريه للادويه عشان يوصلوا ان هم يحافظوا على نفسهم. مدى صحه ده، وهل فعلا الاسماء التجاريه اللي هم بيطلبوها دي هل ده الطبيعي ولا المفترض يسالوا عليه؟ تمام، هو خليني بس اقول لحضرتك ان في كده عندي تو سيكشن لاجابه السؤال ده. اول حاجه سيكشن خاص بالصيدلي وسيكشن خاص بالمريض. تمام. طيب السيكشن الخاص بالصيدلي، انا مثلا لما بيجي لي دلوقتي مريض عايز مثلا براند نيم من دواء معين. كويس. طيب انا خلينا كم، خلينا ناخد صوت تليفوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك فندم، اتفضلي. انا مدام احمد. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اشكر الدكتوره على الموضوع المهم ده. ميرسي. والموضوع ده اول مره يثار، والموضوع ده فعلا ناس كتير سابوا الشركات عشان ما بيقبضوش. يعني الدكتوره دي فعلا اول دكتوره تقول حاجه في الموضوع، موضوع مهم، موضوع البلد وموضوع الوقت اللي احنا عايشين فيه. صح. هو ده طبيعه شغلها. فبتتكلم عن المفترض هي اول دكتوره يعني تطرح الموضوع ده. احنا عايزين منها قاعده واثنين وثلاثه وتفهمنا، يعني الكلام بتاعها حلو جدا. احنا عايزين يعني اخويا وجوزي وابني كل البلد اللي في الشركات، احنا عايزين نعرف حقوقنا ايه. ايوه، ايه اللي حصل بقى؟ في عندك مشكله معينه يا مدام احمد؟ لا انا ما عنديش مشكله، بس انا اعرف ناس عندهم مشاكل سابوا الشركات عشان ما بيقبضوش. تمام. فانا الدكتوره دي فعلا اول دكتوره تقول موضوع مهم غير الموضوع اللي احنا سمعناه وزهقنا منها. يعني المواضيع دي مهمه، لازم تحضر يعني تسمعنا اكتر، يعني تعرفنا حاجات كتير. طب في سؤال معين حابه تساليه الدكتوره موجوده تجاوبنا عليه؟ لا، هي الدكتوره قالت مواضيع كتير وحلوه جدا، بس انا عايزاها يعني كمان حلقه او اثنين ثلاثه في ناس مش حاضرين. خلاص ان شاء الله يا مدام احمد في حلقات ثانيه، ان شاء الله في حلقات تانية هنكمل او هنستكمل الموضوع. انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك دكتورة. الموضوع فعلا اختياره الناس احتياجها لمعرفة حقوقها وواجباتها مهم جدا. دي حقيقة، واللي حصل اصلا في الفترة الاخيرة خلى الناس كلها بتتكلم. يعني اكيد عند حضرتك في عيلتك اخوك باباك جارك ابن عمك اي حد، ناس دي برضو شغالة في شركات او شغالة مع ناس فعلا. ده بيحصل ويجي يقول لك خلاص اخبط دماغك. فيلجأ بقى يعمل ايه؟ يعمل بالتدرج بقى اللي احنا قلنا عليه، بالتدرج، وكل ده بيبقى مثبت. تمام، ويا ريت ما تبقاش بتتكلم فرد لوحدك عشان ما تبقاش اصلي فلان. ايوه، ما تبقاش مشكله فرديه، ما تبقاش بيرسونال، مشكله جماعيه. لا، ده يبقى كيس كامله في شركه. يعني كيس كامله في شركه حصل واحد واثنين وثلاثه وخدنا واحد اثنين وثلاثه. على فكره بيبقى في شركات لما بتاخد الاكشن المعين ده بقى في شركات بتخضع للكلام، الاتحاد قوه، ما يبقاش واحد لوحده عشان خايف لوحده. والباقيين خايفين لا يمشوا، فكل واحد يشتغل ما دام ما لمسنيش الموضوع. خلاص، الخطوه الجايه هيخبط فيك انت، الخطوه الجايه عليك. الخطوه الجايه عليك، فما تستناهاش بقى. هيحمل، هيمشي فلان ويحمل شغلك على واحد تاني عليك. تبقى بتشتغل شغلين، شغلك وشغل اللي جنبك. ومش بس كده، ممكن انت كمان تتعب فتمشي انت كمان، فتبقى لحقت بالاولاني. حلقه يعني، هي حلقه وده بيلف فيها اتحاد قوه يعني في الشركه. وفي شركات محترمه لا، انت هتقعد حاسبك باجرك بكذا، هتزود ساعاتك بكذا، يا اما تقعد تشتغل لي 8 ساعات شكرا، او ياخد الاوفر تايم الساعه بساعه ونص او بساعتين، او حتى اضعف الايمان اخدها بنفس الساعه بتاعتي. لو بتحاسب على ساعتي باكس
هقعد ساعه زياده اخد قيمتها اكس. يعني ده ابسط الايمان. انا برضو مش هحمل على الشركه ومش هحمل برضو على الموظف. بس اضعف الايمان زي ما بيقولوا يعني نفس قيمه المبلغ. اوكي انا هشتغل اوفر تايم عشان الشركه محتاجاني وعلشان ظروف العمل وعشان وعشان وعشان. طيب ايه العائد عليا؟ ما انا برضو يعني كموظف ورايا التزامات. وانت كشركه في الوقت الزياده دي بتاخد مني انتاج مش مقعدني كده. طيب في الحاله دي ايه ابسط حاجه؟ هتحاسب بنفس قيمه الساعه. يبقى انت في الحاله دي ما جيتش على الشركه، وفي الحاله دي ما جيتش على الموظف. راح هتقول مثلا الساعه بساعه ونص ولا بساعه وربع ولا الكلام ده كله. لا اتحاسب بنفس قيمه الساعه. كويس، ده ابسط حاجه. كويس. طيب نرجع بقى تاني النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، الادويه المنتشره على الانترنت. تمام. او اسماء البراندات في الدواء. بعيدا عن المواد الفعاله اللي جواها، الناس تعمل ايه وهي بتشتري دواء؟ او يعني المواطن والصيدلي دورهم ايه في الجزئيه دي؟ تمام. وخلينا نقول ان دور الصيدلي اقرب دور للمواطن، ان اول ما بنتعب بنجري على الصيدليه. كويس، دي اول حاجه. كويس. تمام. بعدين هو اللي بيشفتك على مستشفى او دكتور، او بيرجع يقول لك خلاص حالتك ممكن تقدر تتعامل معاه. كويس. تمام. احنا كده عندنا ايه؟ تو سيكشن، حاجتين، دور صيدلي ودور مواطن. تمام. انا كمواطن المفروض لما اعرض الكيس دي على الصيدلي، ان انا مثلا عايز دواء براند معين اكس، اوكي، الدواء ده مسحوب من السوق. كويس. انا كمواطن ما ينفعش افضل متشبث باسم البراند. ما انت واقف برضو قدام حد دارس وفاهم، واكيد مش هيديلك حاجه تاذيك، لانك في الاخر هترجع له مكانه معروف. يعني ليه مكان؟ لا هيديك حاجه فعاله، نفس الماده الفعاله اللي موجوده في الدواء. فانت هتقول له مثلا دي دايما الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. يعني سيب اللي قدامك مساحه، ما تجيش في اللي هو اصلا دلوقتي مش موجود واجي اقول انا عايز ده. طب ما هو في نفس الماده الفعاله في براند كذا وبراند كذا وبراند كذا وبراند كذا، اكتر من 12 نوع. اكتر من 12 نوع. زنق نفسك ليه في النوع اللي الناس كلها سحباه؟ طب ما تجرب ده. طيب مش تجربه، هو نفس الماده الفعاله. انت عشان توصل للعقليه دي في ناس هو انا عايز ده. مفيش ده، لكن انت عايز من ده مش اسمه، انت عاوز من ده الماده الفعاله اللي جواه. ده بقى دور المواطن، ان انت يبقى في تراست ما بينك وبين الصيدلي لما يشفتك على حاجه تانية. يعني يديك بديل اسم البراند. بس نفس الماده الفعاله. كويس. ده دورك ان انت تبقى مقتنع بيه، لان ده هو لو بصيت في البامفلت في الروشته هتلاقي نفس الماده الفعاله. باختلاف الاسم التجاري واختلاف الشركه الشركات. ولون العلبه وشكلها وظهرها وقفاها والكلام ده كله. يبقى انت كده قفلت السكه على الشركات اللي بتسحب الحاجات سوق سوداء وما بتلاقيهاش في الصيدليات، وبتلاقيها بتتباع على السوشيال ميديا بارقام اعلى والحاجات دي كلها. انت كده يعني قفلت، يعني لو بتسحب من براند معين. تمام. البراند ده السحب كله عليه. كويس. جينا احنا ناس عندهم وعي وناس عندهم ثقافه ومعرفش ايه، سالت على براند معين قال لك مش موجود، ففي براند تاني بنفس الماده الفعاله بنفس مش عارف ايه كذا كذا كذا. خلاص انت المفروض يبقى في تراست ما بينك وبين الصيدلي، فهتاخد نفس الماده. كويس. مش مشكله. انت بقى ايه اللي حصل في الشركه التانيه اللي اتسحبت واللي بتبيع سودا؟ الناس الحاجه هتفضل عندهم مركنه. وهي نفس الماده الفعاله وتوفي بالغرض وما تعملش السودا وما تسودش الاسعار، بس انت لبست دماغك على حاجه معينه. بس احنا نفكر. كويس. طيب الجزئيه التانيه عشان اختم بيها الحلقه، عشان وقت الحلقه بقى تقريبا 3 أو 4 دقائق. اتفضل. الحجر المنزلي بقى شيء اساسي دلوقتي الناس بتلجا له. طبيعي. بعد ازدحام المستشفيات ووجود اعداد كبيره. طيب المقصود بالحجر المنزلي، وازاي اعمل حجر منزلي لنفسي بدون ما اضر الناس اللي حواليا، وفي نفس الوقت ابقى محافظ على صحتي، ان انا اقلل من الاعراض او التعب اللي عندي. تمام يا دكتور. يعني في موجز كده سريع، احنا المستشفيات اغلبها فول كومبليت حاليا. انا عرفت ان انا بوزيتيف كوفيد 19، بختار غرفه من الشقه بتكون جاهزه للتهويه بدون مراوح او تكييفات. بدون مراوح وتكييفات في الصيف ده؟ معلش، في الصيف ده لسبب واحد، لان الفيروس في الاوضه. الفيروس، ما هو انت هتختار هيتسلي هو الفيروس جيده التهويه. جيده التهويه، لسه بقول جيده التهويه. بس ليه؟ بس التكييف بيخرج ال لا، في منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او بيقول لو انت هتشغل تكييف لازم تغير الفلتر ده كل 12 ساعه، وده على السايت بتاعي. او يغسله. ما هو كل 12 ساعه. يغسله، ايه المشكله؟ مرتين في اليوم. ماشي. ما هو انت عشان تخش اوضه المريض كل 12 ساعه يرميه من تحت الباب. احنا عايزين نقلل بس وهنقلل برضه، بس الناس في الصيف ده الناس هتنشف في الاوضه، هيتلج مين؟ خلاص يغيروا، مفيش مشكله. يغيروا، بيغسلوا، مش لازم يغسلوا كل 12 ساعه. انا عايزه اقلل اكتر حاجه تنقل عدو. انت ممكن تختار اوضه جيده. الكلام برضه ايه اللي الناس تقبله؟ اذا كانت الناس اصلا في الشارع وعارفه ان في مشكله ومش عاوز يلبس كمامه، يعني بلاش تكييف، ممكن يشغل مروحه بعيده. بعيده عليا.
لا اغير بقى فلتر ولا اعمل بس لان اصلا التكييف من نظام الصحه العالميه ما فلتر مش الفلتر الخارجي اللي بيتغسل. انا فاهمه انا فاهمه بس هو يعني خلينا دايما في السيفتي ما اعرضش نفسي ما بين كويس. فممكن اشغل مروحه وسهل ان انا اطفيها بس تبقى بعيده عني واوضه جيده التهويه. اللي هيتعامل مع مريض العزل ده لازم يكون حد مش مسن، سنه مش كبير عشان المناعه ما يصابش باي امراض يعني ما يصابش باي امراض ومش ما يكونش من الامراض المزمنه، مش مريض سكر ولا قلب ولا ضغط ولا الحاجات الليست اللي احنا كويس. اللي احنا عارفينها دي. طبعا ليه اكل معين بياخده، ليه بروتوكول علاج معين بياخده. لو هيدخل الحمام بينقي اقرب اوضه قريبه للحمام بحيث المسافه، وبيخرج لابس الماسك الكمامه، وبيتنظف سواء الاوضه او سواء التويت او سواء اي حاجه بيستعملها بالكلور والمطهرات وبالكلام ده كله كويس. وبالتالي بيقدر ان هو يحافظ على نفسه ويحافظ على غيره. الشخص اللي بيتعامل وعلى غيره معاه. دكتوره هاجر احمد يعني اتش ار بي احد سلاسل زراعه، انا بشكرك شكرا جزيلا. مسير حضرتك شكرا كرام. في كل مكان في مشاهدين كرام وفي ناس ما عندهاش دم، والله بجد يعني في ناس كده فعلا ما عندهاش اي ريحه الدم. الدكتور عبله كحلاوي الداعيه الاسلاميه عندها دار مسنين. دار المسنين ده طبعا في مجموعه من الناس اللي موجوده في الدار، مجموعه منهم اصيبت بكوفيد 19. الدكتوره عبله كلمت او المسؤولين عن الدار كلموا اهالي الناس المسنين دول، فاللي حصل ايه؟ انه رفض استلامهم وقال لهم تخرج بينا تاني. والله الموضوع انا لما قراته الدموع في عيني ما قدرتش ان انا اسيطر عليها. يعني موضوع صعب، عارف انت لما تحس انه البني ادم ما بقاش عنده اي احساس او اي مشاعر. لو والدك او والدتك دول اللي ربوك واللي صرفوا عليك واللي رعوك واللي كبروك وخلوك زي الشحط كده، فتاكد والله كما تدين تدان، وانت لا ربنا هيبارك في صحتك ولا في عمرك ولا في مالك، وهتتعب وهتتبهدل وهيطلع عينك وهيولادك هيعاملوك بأسوأ من الطريقة دي. والله والله هتيجي يوم هتتمنى تبوس تبوس ايه؟ اتمنى تبوس الجزم عشان ما تشعرش بنفس الإحساس اللي انت شعرت بيه. انت دلوقتي صغير قادر تمشي وقادر تتحرك وقادر ترد على التليفون وتهز طولك من مين؟ وانت جاي اصلا منهم، هم اللي ساعدوك توصل للمرحلة دي. فدول ناس ما عندهمش دم. في نوع تاني بقى من الناس، دول عندهم تخلف عقلي، دول مجانين متخلفين. اللي هم مين بقى؟ اللي لما يعرف انه في واحد عنده كوفيد 19 يتعامل معاه كأنه عنده، لا ده مش بيتعامل معاه اصلا، ده بيبقى بينبذه. ده ممكن ما يبقاش عايز يدخله الشارع، مش عايز يدخله العمارة، مش عايزه يتعايش. مش بس كده، ده بيتنمر عليه، مش هو بس، هو وعيلته. الفكر ده لو فكر انساني ولو فكر بني ادمين ولو فكر حاجه، ده اسمه عبط، ده اسمه هبل، ده اسمه عتا. اللي بيتعامل او بيفكر بالطريقه دي تاكد انه محتاج يكشف على قواه العقليه، لانه لا يمكن لاي واحد عاقل في الدنيا انه يتعامل بهذا المنظر. فكره انت عشان تتعامل مع واحد عنده كوفيد 19 هو زيها زي البرد بالظبط، تعامل معاه باجراءات وقائيه واجراءات احترازيه وتعامل معاه بشكل عادي جدا. الناس اللي بتعرف ان في دكتور ما تقدرش تتعامل معاه، او تعرف ان في دكتور فتبدا ان هي تتعامل معاه بنوع من انواع ان هو ايه؟ نكره. تتعامل معاه ان هو حاجه يعني منبوذه. كل الامور دي وكل الناس اللي بتفكر بالشكل دي، انتوا مرضى. انتوا محتاجين قبل ما تكشفوا على صحتكم الجسمانيه تكشفوا على مخكم، تعالجوه. يعني لانه بجد وصل لمرحله ما ينفعش تسكت عليها. انت مستحمل نفسك ازاي؟ دي رسالة انا كنت حابب اوجهها للناس دول. لكن في ناس تانية بقى، ودول بعتبر ان هم اكثر غباء. عارفين مين الناس الاكثر غباء دول؟ دول الناس اللي هقولها ازاي، اللي ممكن يبقى عنده المشكلة ومخبي ويتعامل. مخبي ايه يا متخلف؟ مخبي ان انت عندك مشكله فممكن تصيب كل الناس اللي بتتعامل معاهم. اكشفوا على قواكم العقليه، والناس اللي مش عايزه تاخد اهاليها ان شاء الله باذن الله انا بدعي عليكم على فكره، والله العظيم بدعي عليكم انه تدوقوا من نفس الكاس ده قريب واشوفكم. ان شاء الله باذن الله اشوفكم المره الجايه على خير. الناس المحترمه اشوفكم على خير ان شاء الله، ولحد ما اشوفكم المره الجايه
لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.